هنتكلم عن الوداد المغربي يا كابتن اسامه. معانا المشوار الافريقي لنادي الوداد. يمكن نادي الوداد في المشوار الافريقي لعب 10 مباريات، فاز في 5 مباريات، هزم مباراتين وتعادل 3 مباريات، له 18 هدف وعليه 8 اهداف. بص، هي المعدلات تعتبر جيده، يعني فرق الاهداف 10، بس اللي انا عايز اقوله ان ده ما بيبقاش مؤشر نهائي للمستوى الفريق. ده في على مستوى الافريقي، ولكن على المستوى المحلي مشوار الوداد برضو خلال الموسم 2019-2020 لعبوا 30 مباراه، طبعا خسر في الاسبوع الاخير او في الدقيقه الاخيره، ترتيبه الثاني، عنده من النقاط 59 نقطه، كسب 17 مباراه، هزيمه 5 مباريات، وليه اقوى خط هجوم في الدوري المغربي السنه دي، 52 هدف وعليه عدد جوال كبيره. انا شايف النسبه كتاني واحد كان بينافس على بطوله الدوري عليه 28 هدف، دي تعتبر نسبه كبيره، كان هدف تقريبا كل مباراه.